هل يجوز لمن يسكن في بلاد الكفر مثل فرنسا وأمريكا أن يصوم ويفطر على هلال بلد مسلم؟ يجوز له ذلك إلا إذا ابتعدت المطالع جدا وكان الهلال لم يرى لبعد المسافات جدا، فيتبع بلده إذا كانت ممن يرى الهلال. لكن إذا يعني يقولون هناك خطوط مشتركة أحيانا بعد بين بعض الدول، فالبلاد المتقاربة الدول المتقاربة يفطر بعضها على رؤية الآخرين. أما مثلا دولة كأستراليا والمسلمون فيها قد يرون الهلال بعد أو قبل المسلمين في دولة أخرى بيومين ونحوه، فيلتزم برؤية بلادهم والله أعلم.